بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سوري. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي، والنهاردة الجزء 23 على أبواب أورشليم. طبعا عشان أعرف أورشليم كويس لازم أروح للعهد القديم، لأن في العهد القديم كان في ملك وهو داود وبيمثل المسيح، كان في جبل صهيون وده بيمثل حصن الملك، وكان في جبل المريا وده اللي اتبنى عليه الهيكل سليمان، والمسيح لما اتصلب خارج أسوار أورشليم. فالرموز دي كلها أو الحاجات اللي بيشرحها لنا ربنا كلها في العهد القديم ده علشان يوصلني لأورشليم السماوية، وأبقى فاهم إيه هي أورشليم السماوية اللي بنعمة ربنا كلنا هنروح وندخل من أبوابها ونعيش مع المسيح أو نعيش جوه المسيح، لأن أورشليم المسيح هو هيكلها. يلا بينا هنبدأ على من العهد القديم عشان يعني نفتح دماغنا شوية. سفر صمويل الثاني إصحاح 5، داود مسح ملكا 3 مرات. كلمة داود معناها محبوبا، وكأن الله يقيم من المحبوبين لديه المتجاوبين مع حبه ملوكا يرثون الملكوت معه أبديا. بدون الحب لن ينعم المؤمنين بالحياة الأبدية. كان داود الثامن والأخير بين إخواته، أما كونها الثامن فيرمز إلى الحياة السماوية، لأن رقم 7 يشير إلى الزمن، 7 أيام الأسبوع و7 مراحل الروحية، ورقم 8 يشير إلى ما هو فوق حدود الزمن أي الأبدية. بأمر إلهي طلب الله من صمويل النبي أن يملأ قرنه دهنا ليمسح ابن يسى ملكا في بيت لحم أي بيت الخبز أي بيت الشبع، وطبعا بربنا هنشبع بربنا علشان أقدر أشبع غيري كمان، وده يوقفنا عند الجزء 6 إشباع الجموع، ودي كانت البداية. وكان المسح بالدهن رمزا للتخصيص أو التعيين أو تقديس واختيار شخص لمهمة معينة وتأييده بقوة لإتمام هذه المهمة. المسحة لينا تمثل بالمعمودية وسر الميرون، ودي البداية. ثم أشبع وأنمو. أولا مسح في بيت أبيه في بيت لحم أي بيت الخبز أي الله، يعني لداود أنه أصبح مخصص لله، والله هو المشبع الوحيد للنفوس والأرواح، وكان عنده حوالي 20 سنة. مسح ملكا على يهوذا أي إخواته أي خاصته في حبرون، وحبرون معناها الارتباط أو الاتحاد، أي إعلان وقبول الارتباط والاتحاد بالله ثم مع إخواته وهم خاصته، وكان عمره 33 سنة. في نمو تاني، مسح ملكا على كل إسرائيل في حبرون، وكان عمره 40 سنة، وأخذ صهيون حصن ليه، وده كان الإعلان الرسمي لداود ليه كرئيس وراعي وملك أمام الشعب والله طبعا قبل الكل، وكله هو رمز للمسيح، لأن المسيح هو الرئيس وهو الراعي وهو الملك. الملك مرتبط بصهيون، أخذ داود حصن صهيون. صهيون يعني الحصن أو القلعة، ذلك الحصن يرمز به إلى القلب اللي يدخل جوه اسم يسوع ويتحصن، فيبني الله أساس ملكه فيه، يبني الله أساس ملكه فيه، لأن الرب اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتحصن، فبدخل جوه اسم الله وأتحصن فأنفصل عن الأرضيات ولاقي السماويات. كان داود الملك رمز للملك الحقيقي رب المجد يسوع، لأن فرقة الحب الحقيقي يقرع باب القلب اللي يدخل ويملك إن فتحنا له بكامل حريتنا وإرادتنا دون قهر أو إلزام من جانبه هو علينا. كان اليابوسيين اللي ساكنين في الحصن قبل ما داود ياخده واثقين إن داود لم يستطيع الاستيلاء على حصنهم بسبب مناعته وقوته، حتى لو كان من بداخله عمي وعرج، لذا في استخفاف قالوا له لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العمي والعرج، فقد كان العالم قد احتل عدو الخير زمانا حتى دعي رئيس هذا العالم، صار العالم أسير تحت قدميه
يبوس تعني مدوسا تحت الأقدام، وكانت البشرية أشبه بالعمي والعرج. انطمست أعينهم الداخلية عن معاينة ملكوت السماوات، وعجزت أقدامهم الداخلية عن السير في الطريق الملوكي. مع هذا فقد ظن هؤلاء العمي والعرج إنهم محصنون، لن يقدر ابن داود أن يقيم ملكوته في حياة البشرية. دخل ابن داود المسيح، دخل يبوس أي العالم، أقام بالصليب ملكوته محتلا القلوب التي سبق فملك عليها عدو الخير، ونزع عنها كل عمل البصيرة وعجز عن الحركة، فصار المؤمنين الحقيقيين مبصرين وتسرع أقدامهم نحو السماوات. ليس بينهم أعمى روحيا ولا أعرج روحيا. مش بس مبصرين نمشي أو نجري لصهيون، أجمل ما نقدمه لصهيون هو تمتعنا بالقدرة على الطيران كسحاب يحملنا روح الله نحو السماويات، فنعيش مع مسيحنا في أمجاده كما في بيتنا الخاص. من هم الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها في أشعياء 60؟ مبصرين ومستنير العقل. الاستنارة هي المركب اللي بيسير بينا في اتجاه الله بتمام العقل. الاستنارة هي مفتاح الملكوت واستعادة الحياة الأبدية. إذا فتحت الاستنارة أبوابها، يهرب الليل اللي دخل إلى كل الخليقة، ويجي المسيح اللي ينور حياة كل الخليقة. الله هو النور. بعد أن استولى داود على يبوس وجعل منها مدينته الخاصة اللي تحمل اسمه، بدأ يبني دائرة مستديرة من القلعة فداخلا، وتعني الاستدارة إن المدينة صارت كما في شكل دائرة ليس لها نقطة بداية ولا نهاية، بمعنى إنها حملت سمة الارتفاع فوق الزمن لتصير مدينة سماوية خالدة لا يقدر الموت أن ينهي كيانها. هذه هي كنيسة العهد الجديد اللي كانت يبوس ومدوسة بالأقدام، صارت بعرسها السماوي يسوع ابن داود سماوية، زي ما بيقول القديس بولس أجلسنا معه في السماويات. بيقول كمان القديس إكليموندس الإسكندري إن الأرض تصير بالنسبة للمؤمن وهو عايش عليها سماء، فنحن نعيش في السماء من الآن، وأبواب الجحيم لم تقوى علي. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعد. طبعا كل ده بيدخل النور. يا رب ابني، يا ريت ابن داود يسوعنا يحتل يبوسنا الداخلية فيجعل منها مدينة داود المستنيرة والطائرة بروحه للسماء، مدينته الخاصة المستديرة أو السماوية، فنمارس الإلهيات وننطق بها ونعيش الحياة الإلهية. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك، انسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك لأن هو سيدك، فاسجدي له. كل مجد ابنة الملك من الداخل، ودي كل نفس بشرية ربنا بيكلمها. من فضلك يا رب ابني أسوار أورشليم فيا، أنعم يا رب بمسرتك على صهيون 1، ولتبنى أسوار أورشليم 2، حينئذ تصرف ذبائح البر قربانا ومحرقات 3. لما تبني أسوار أورشليم يسر بك الله، وبعدها تقدر تقدم عبادة صحيحة بدون تشويش وفطور. راجع حياتك، شوف حصنك وأسوارك وصلاتك وأبوابك، ثم ابني بداخلك على أساس المسيح وتثمر ثمر الروح، ثم تتزايد متعظما في النعمة والحكمة وفي النمو الروحي أمام الله. يجي سليمان رجل السلام المسيح الملك يبني هيكله على جبل المرية، جبل الرؤية السماوية، أورشليم السماوية، لأن هو والخروف هيكلها. أدخل جواه في مخافة الله بالتسبيح وبالحمد. ربنا مش عايزك بس كنيسة فيها قدس وقدس أقداس وهيكل وعمود في هيكل الله أو مذبح، هو عايزك مدينة سماوية مرتفعة على جبل المرية، وتبقى كل المدينة هيكل ليه هو وكلها فيه هو.
ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. في رؤية 21 مدينة منيرة تجتذب الأمم، وكما يقول الرب نفسه أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقودون سراجا ويدعون تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. طب يلا بينا نبني أسوار أورشليم. إحنا هنبني أسوار أورشليم جوانا وإحنا على الأرض حتى نجد تعزيات السماء. في سفر نحمية 3 نجد نحمية النبي، وده معنى اسمه تعزية يهوى أو يهوى يعزي. نجده بحكمة قسم العمل على 42 فرقة من العمال عشان يفكرنا برحلة بني إسرائيل في الجزء 5 وال42 محطة اللي وقفوا عليها في جزء البرية. كل واحد يرمم قدام بيته في نفس الوقت يصلي، وكان فيه 12 باب. واحد باب الضأن، وكان جنبه برجين. بدأنا من الشمال الشرقي، نرى فيه أن المسيح الفادي ورئيس كهنتنا الكاهن العظيم هو الباب، باب الضأن الذي تدخل منه الخراف للحظيرة أي كنيسة. المسيح بدأ العمل بصليبه من رحمته، وده برج حنانيئيل، وكل منا اللي دوره ليكمل العمل ويكمل برج الماء أي يكمل القطيع الصغير، وكل واحد عنده موهبته اللي بنخدم بيها بعضنا البعض. من كنيستي المفدية بقول مع بطرس إن المسيح هو الله الحي اللي بدأ العمل بالفداء ومازال يعمل فينا وبينا، فنقدم له الحمد والاعتراف مع يهوذا حاملين صليبنا، مقدمين أنفسنا بخضوع وطاعة ذبيحة حية مرضية هي عبادتنا العقلية، عابرين من باب المحبة المقدمة على مسبح الخضوع والطاعة بالحمد والاعتراف. الباب الثاني باب السمك. السمك يرمز أيضا لشعب المسيح اللي يسير ضد طيار بحر العالم بزعانف النعمة. هم يعيشون في بحر العالم بكل خطاياه ولا يغرقون ولا يموتون فيه. لقد اتخذ المسيحيين الأوائل السمك شعار ليهم، فصرنا صيادين السمك يعني صيادين الناس من بحر الألام إلى سماء الفرح الأبدي. ثلاثة أو لسه احنا في باب الخدمة، هو باب الخدمة وربح النفوس بقوة وبسالة ونضوج مع أندراوس برؤية سماوية مع رأوبين. شبعانين بربنا ومسنودين بالنعمة والبركة الإلهية، نشبع ونفرح قلب ربنا برجوع شعبه للحياة ليه. فتكون كنيستك سماوية، بندخل من باب الخدمة بربح النفوس شبعانين بالمسيح ومسنودين على النعمة والبركة. ثلاثة باب العتيق، وجنبه جزء يسمى كرسي والي عبر النهر. كلمة العتيق أو القديم الأيام يذكرنا بالله الأزلي وليه كرسيه أي المستقر ويجري منه نهر الحياة. فإن كان السيد المسيح قد جاء في ملء الزمان، لكن هو الأزلي اللي حبينا ودبر خلاصنا قبل تأسيس العالم. إنه الباب العتيق الذي بالإيمان دخل منه الآباء والأنبياء الأولين، فنلتزم ونتعقب خطواتهم مع يعقوب وندخل فيه معاهم. قفوا على الطريق وانظروا أو اسألوا على السبل القديمة أين هو الطريق الصالح. قيس نفسك بجدية جاد وأمانته، امشي وتعقب مع يعقوب طريق الحكمة اللي مشي فيه الأباء والأنبياء القدماء، أولا لتتنقى وتنمو معهم وكنيستك تبقى نقية وأمينة. هو باب الحكمة والأمانة للسالكين فيه الأباء والأنبياء بنقاء. أربعة باب الوادي، إن كان السيد المسيح يريدنا أن نكون جبالا مقدسة ثابتة لا تتزعزع، لكننا بالرحمة ننزل بنفوسنا معه إلى الوادي المنخفض لنبحث عن كل نفس بروح التواضع ونحملها بذراعي الرحمة والحب، نفرح ونفرح قلبه بخلاص الناس وعودتهم للحياة بعد الموت. إشارة لأن الاتضاع والرحمة يعني حنان الله مع يوحنا هو الطريق الوحيد للدخول بالناس لأورشليم، فطوبى للرحمة لأنهم يرحمون. انمو في الاتضاع والرحمة أولا، ونكون مثمرين بثمار أشير يعني الفرح بثمار الحياة. تنمو كنيستك النامية في الوادي تجري إليه مياه الأنهار يعني الروح القدس، وتجعله ناميا ومثمرا. هو باب الرحمة الحاملة للكل بروح الاتضاع والمثمر بالروح القدس. باب الدمن، خلاله تحمل الأمور الدنسة والنفايات ويلقى بها خارج المدينة. هو باب الترك والانفصال، أنفصل وأترك كل ما يأخذني بعيد عن يسوعي.
الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا نحسبها نفاية لكي أربح المسيح. أتنقى وأتقدس. باب التوبة المستمرة والاعتراف، باب الطهارة والقداسة المستمرة والانفصال عن أعمال الجسد، ويتملي قلبي بالوداع. يتملي القلب بالقداسة والوداع مع نفتالي، فينطلق الفم بالكلمة، فينطق الفم بالكلمة ويكون كفم المصباح مع فيلبس. الكلمة تنقي فتنتصر الكنيسة المنتصرة على الجسد. هو باب القداسة المقدمة بالتوبة المستمرة المحمولة على ذراعي الكلمة والوداع. باب العين 6. فقد صار جنب السيد المسيح المفتوح ينبوعا أو عينا تفيض دما وماء لتقديسنا، يعني بيدعونا أن احنا نقبل الروح القدس. من ينسى أعمال الجسد مع منسى يعبر الجسر مع برسلماوس للقداسة، فهو مفتوح العينين على السماويات وشجرة الحياة، يرجع لصورة آدم الأولى مستنيرا وظافرا. باب العين هو باب العبور بالنور والرجوع لحالة الحب الأولى، ومنه نوصل لباب المعرفة ومخافة الله. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. وهنا كلمة مدينة مستنيرة موضوعة على جبل يعني مرتفعة. هذا تحقيق لما جه في أشعياء النبي: فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك، ويكون الرب لك نورا أبديا وإلهك زينتك. 7% لما قرأ عزرا سفر الشريعة أمام الشعب اجتمعوا عند باب الماء، فإن كلمة الله تجمع لنعم بباب الكلمة والارتواء في باب الكتاب المقدس المكتوب بالوحي أنفاس الله وبإعلان الروح القدس. ندخل بيها التجارب ونجاوب بالمكتوب، نتنقى نتقدس مطهرا إياها بغسيل الماء بالكلمة. من يسمع للكلمة سيف الروح مع شمعون، يسمعها ويطعها ويرتوي بيها، ينعم بعطية التمييز مع متى، يعدي التجارب وينال إكليل الحياة. وهذا هو باب الكمال. باب الماء هو باب الارتواء بوحي الكتاب المقدس اللي هيوصلك للكمال والتمييز والنمو والغنى الروحي. 8. باب الخيل، قام الكهنة بترميم ما فوقه، فإننا إن صرنا كهنة لله أبيه التزمنا أن نكون جنود المسيح المحاربين كما بالخيل نتمتع بنصرات لا تنقطع. سفر النشيد يشبه العروس بفرس، وسفر الرؤيا يقول عن المسيح العريس أنه راكب على فرس أبيض وهو العروس اللي يقودها، وخرج غالبا لكي يغلب فينا فندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أسمح لقيادة الله لحياتي ملتصقا بسيف الروح الكلمة كلاوي، أرتوي وأشبع به، أدخل للعمق كتومة، أرتبط واتحد بالكلمة كجندي يجاهد قانونيا، وكعروس تسمح لعريسها بالقيادة وتاخد اسمه، فأوصل بصفاء وشفافية لباب التهليل، أي الكنيسة الصافية المتهللة بعريسها، كنيستك صافية وداخلة من باب التسبيح والصلاة والتهليل. 9. باب الشرق هو الباب الوحيد اللي كان عليه حراسة. في القديم كان قدس الأقداس في الغرب لأن الإنسان كان ميت، وكان الإنسان المطرود يذهب شرقا ودي جهة الشر. فمثلا آدم لما اطرد أقام شرق جنة عدن، قايين بعد قتل هابيل سكن في أرض شرق عدن، بابل كانت في الشرق، لوط اختار سدوم وكانت ناحية الشرق. فدعي المخلص شمس البر بالشرق، صعد من المشارق لأنه هو وحده اللي غلب الشر. يأتي أيضا كما صعد من المشارق، وده العهد الجديد، فقدس أقداس الكنيسة النهاردة في الشرق لأنها غلبت الموت والشر في المسيح، وأنظرنا متجهة دايما ليه لمجيئه عشان ننعم ببهاء مجده. احتمل معي ساكر وأجاهد ضد الشر، فيجازينا الله معاه ويشرق جوه قلبي هنا ويملك على قلبي. هو كوكب الصبح ابن الله الملك ليحل مكاني مع يعقوب أخو الرب، يعطينا سلطان على الشر وندوس الحياة والعقارب. وكنيستك المستنيرة بحب ملكها عابرة من باب الشرق، باب الملك والمجاهدين والمحتملين الغالبين أولاد الله. باب العد 10. عند هذا الباب كانوا يحصون الجند عند ذهابهم للحرب وعند رجوعهم، وكان أولاد الله البقية القليلة الأمينة الأحياء بروح الله معروفين عنده وعند الملائكة وعند الإب أسمائهم وأعدادهم.
باب الأحياء المنطلقين للكرازة مع زبلون سمعين لصوت الروح القدس داخلهم، ومع سمعان الغيور شاهدين بغير الروح الحق. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. هو باب الأحياء الشاهدين بالحق المنطلقين للكرازة بقوة الروح القدس ومحمولين على يدي النعمة الإلهية. 11. باب إفرايم ثمار مضاعفة، باب العيد السماوي والفرح بثمر الروح القدس، فرح الثبات والخلود في الكرمة كغصن مثمر مع يوسف ينمو ويزيد ويثمر بثمر الروح وأولها المحبة الأخوية، فيعلن الله إنه أولا أحب فيعرفون إنني أنا أحببتك في رؤية ثلاثة. تعيش مثمر ثابت بقوة كغصن في الكرمة هو المسيح مع يوسف، شاكر مسبح متهلل مديون مع يهوذا، للمسيح ابن داود اللي يفتح أبوابه ولا أحد يغلق، يفتح لكنيسته الفرحانة بالعيد الخالدة فيه بأعياد لا تنقطع، وروحك يملانا بفرحك السماوي يا رب. نتشدد ونتقوى بفرحك أيها القدوس، هو باب الخلود والعيد والفرح بثمر الروح القدس الثابت فيهم. 12. باب السجن، باب القضاء والحكم بالعدل، فالأشرار يذهبون للجحيم وللهاوية والتخلص من إنساني أنا العتيق تماما. هو باب البر والأبرار السالكين بالحق الحاكمين بالعدل ينالوا الأفراح والأعياد والثمار المضاعفة السماوية. يستمتعوا مع بنيامين بيميل القوة، يتحدوا بالرب ويتحدوا الموت ويدعوه في السجن. يقيموا الأفراح مع متياس بالعطايا المضاعفة لروح الله، حاملي عرش النعمة كالسرافيم والكاروبين، مسبحين متحللين حول عرش الله، منجذبين كالجماشت، مأسورين بحب المسيح، داخلين قصر الملك أورشليم. هو باب السجن للأشرار والموت وباب الفرح والتهليل للأبرار. يبقى نعمل ملخص. باب الضأن المحبة المقدمة على مذبح الخضوع والطاعة بالحمد والاعتراف. باب السمك الخدمة بربح النفوس شبعانين ومسنودين عن النعمة والبركة. باب العتيق باب الحكمة والأمانة للسالكين في طريق الآباء والأنبياء بنقاء وبأمانة. دول الثلاثة الأولانيين. باب الوادي الرحمة الحاملة للكل بروح الاتضاع، نفرح ونفرح ربنا برجوع الحياة للنفوس. باب الدمن يعني باب القداسة المقدمة على مذبح التوبة المستمرة المحمولة على ذراعي الكلمة والوداع. باب العين باب العبور بالنور والرجوع، ظافرين لحالة الحب الأولى ونوصل لباب المعرفة ومخافة الله. 7. باب الماء الارتواء بوحي الكتاب المقدس الموصل إلى باب الكمال، أي النضوج والتمييز والنمو مع الله والغنى الروحي. باب الخيل باب العروس المتهللة بعرسها القائد لحياتها. باب الصلاة والتسبيح والتهليل. باب الشرق هو باب الملك والمجاهدين المحتملين الغالبين أبناء الله الملك. باب العد باب الأحياء الشاهدين بالحق المنطلقين للكرازة بقوة الروح القدس والمحمولين على يدي العناية الإلهية. باب إفرايم باب الخلود والعيد والفرح بثمر الروح القدس الثابت. باب السجن باب السجن للشر والأشرار والموت، وهو باب الفرح والتهليل باب البر للسالكين بالحق والحاكمين بالعدل. بتهيالي احنا كده شفنا ملخص تقريبا لكل الأجزاء اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم عنها، عن كل كلمة في دول بطريقة مفصلة أكتر. يعني لو مشينا الأجزاء بتاعتنا بالترتيب هنلاقي إن إحنا النهاردة لخصنا كل حاجة. بمعنى صح إحنا يلا بسرعة الرؤية بتاعتنا. إحنا وقفنا في آخر جزئين عند رؤيتين. واحد رؤية كانت سنة 2012-2013 قبل ما يجي مريمينا، ودي اللي أنا فضلت طالعة ووصلت الأبواب أورشليم، وبعدين لما بصيت على نفسي ولقيت نفسي لابسه ثوب الملكه ربنا خاف عليا بسرعه وقال لي انزلي فورا. طبعا انا ما فهمتش على طول، وفهمت بعد كده ان دي الذات، واحنا قبل كده عرفنا الذات ان هي الانانيه والكبرياء اللي تبقى جوايا. لو وصلت عند باب اورشليم وكان فاضل جوايا 1% من الذات، يبقى ما ينفعش ادخل من باب اورشليم.
يعني لازم من هنا الإنسان يبدأ يراجع أسواره وأبوابه وحصونه. فلازم كنت أرجع أعمل مراجعة تانية، وعشان كده جه مريمينا عشان نعمل إسقاط لأسوار أريحة اللي هي إسقاط للذات تماما ونوصل لزيرو، وناخد نعمة الروح القدس. عشان أنت لما هتدخل تاني من أبواب أورشليم هتبقى داخل بالروح القدس مش بنفسك، يعني نفسك دي لازم تتشال خالص. دي أول حاجة. تاني حاجة في، وطبعا فهمنا بعد كده، ويعني برضو عايزة أعلق وأقولك خد بالك إن الشيطان لما سقط هو كان كاروبيم، كان من الكاروبيم، كان كاروب يعني، وهو أعجب بنفسه وكان سقوطه عظيما، ما رجعش المجد تاني لربنا. فبرضو لازم ناخد بالنا كويس قوي من الحتة دي وبعدها تاني. بعد كده في الرؤية التانية اللي هي كانت بقى بعد مواضيع مريمينا وحلول الروح القدس وتلبسون قوة من الأعالي وكل الأجزاء اللي فاتت، وكنا واقفين عند فاكرين لما خرجت من الأوضة اللي كان فيها النمل، وبعد كده رحت على الكنيسة فربنا وريني الجزء في الكنيسة اللي هو كان فيه الناس اللي هي الذات بتاعتهم، كل واحد بيركب فوق التاني، يعني عايز يظهر والكرامة بتاعته أهم من غيره. تعرفيش مفيش خالص مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة دي، مش موجودة نهائي. وساعتها أنا رحت مدية ظهري، الحقيقة أنا اديت ظهري، أنا برضو بخاف من الإدانة الحقيقة، لما اديت ظهري يعني مش عايزة أشوفهم، ومن فضلك يا رب أنا مش عايزة أشوف، بصيت لقيت برضو بشوف حتة تاني في الكنيسة وهي جوه صحن الكنيسة. الحقيقة لقيت جوه الكنيسة نفسها برضو مفيش طبعا كنب، مفيش كراسي، بس الحقيقة في وسط الكنيسة، والمفروض ان احنا في وسط الكنيسة، لما اسمع كلمة وسط الكنيسة يسكن الله، يعني موجود الله. فمكان وجود الله في حياتي او في كنيستي في الوسط كده، لقيت ناس واقفة وبتسوي في اكل يعني، وعمالة بتجهز في الأكل ده. فأنا الحقيقة أنا عارفة إن إحنا في حاجة طبعا اللي هي لما بنقول مثلا بقول الصوم والصلاة، إحنا بنبقى داخلين الكنيسة أو العبادة بصفة عامة بتبقى بالصوم والصلاة، والله هو اللي موجود في الوسط. فلما أكون أنا شخص موجود وقاعد وبعمل أكل، يعني معناها إن أنا بتعبد لغير الله، بتعبد لبطني او بتعبد لحاجة تانية. لو انا جوه الكنيسة، دي حاجة بتحصل معنا كلنا، ان احيانا الواحد بيسرح في لو واحدة ست بتقول هطبخ النهاردة، لو واحد راجل بتبقى دماغه في شغله، لو واحد في الجامعة والمدرسة عنده امتحان فبتبقى في دماغه في مذاكرته. احنا يعني لا، انا حسيت ربنا عايز يقول اتي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لكل وقت تحت السماء، لكل شيء تحت السماء وقت. يعني ما ينفعش اجي في وقت العبادة وافكر في حاجة تاني غير ربنا. فبرضو دي كانت نقطة اساسية. انا عايزة اقول لك طبعا انا رحت بسرعة مغمضة عيني، المرة دي بقى مش هلف وشي، انا مغمضة عيني خالص. الموضوع هنا انا لازم اعرف ولازم اراجع نفسي واقول انا فين وبعمل ايه. لو انا في وقت خدمة وشفت ناس زي كده، لا انا بعرف ازاي احزم اموري كويس قوي في الخدمة، انا مش سلبية على فكرة، لكن الموضوع انا هنا امام الله في وقت قضاء بنقيس اسوار اورشليم. زي ما قلت لكم انا حاسة ان انا قدام قصبة من ذهب، لان انا امام الله نفسه ما ينفعش ابص على حد. فبس هي نقط اساسية ربنا ربنا عايز يقول خدوا بالكم من الأجزاء دي، إن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ربنا مش يقولك ما تشتغلش وقعد أعبدني. لو أنت من الشخصيات اللي اختاروا العبادة واختاروا الرهبنة واختاروا دي وما بيشتغلوش، ده موضوع تاني. لكن لو أنت فاضع مسؤولية وعندك أسرة وبيت وزوجة وأولاد، لا، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بس يا ريت اللي يعني اللي ندير ربنا يعني ندهوله بجد، ما أخدش حق ربنا وأستعمله في حاجات تانية، أو ما يكونش في حياتي عبادات أخرى. الله أولا، بعد كده أسرتي، بعد كده بيتي،
بعد كده كل حاجة بتيجي في العالم وفي الدنيا، لكن الله هو اللي ليه الأولوية في حياتي. المهم أنا رحت إيه مغمضة عيني تماما، قلت له من فضلك يا رب أنا فعلا مش عايزة أشوف حد، ولا حتى النهاردة عايزة أشوف نفسي، أنا خلاص يا جماعة تعلمت الدرس كويس قوي، فأنا فعلا مش عايزة أشوف نفسي ولا عايزة أشوف الناس، من فضلك أنا عايزة أشوفك أنت، أنا عايزاك أنت يا رب بجد. لو في أي عبادات أخرى في حياتي لا دي أنا بنفصل عنها، وزي ما بقولك لما اقفل عينك ادخل مغداك واغلق بابك وتحصن في الصخرة وهو المسيح. فأنا بتحصن في الصخرة وبقول يا رب أنا مش عايزة غيرك بجد. الحقيقة هنا لما قفلت عيني بصيت لقيت كل حاجة حواليا اختلفت، لقيت ان انا شايفة نور، نور قوي جدا بس نور مريح جدا، لقيت ان انا سمع صوت زي صوت خرير المياه، صوت حلو قوي بس قوي برضو قوي، لقيت المشاعر اللي جوايا هي باختصار خليط من كل الابواب بتاعت اورشليم اللي انا قلناها، يعني في خليط من المحبة والرحمة، من الطاعة والخضوع، من الاتضاع، من صوت ربنا الجميل اللي أنا حاساه جوايا، كل ال 12 باب جوايا. عشان كده أنا مش عايزة أقولك أنت داخل من انهي باب، أنت القياس ستقاس على هذه الأبواب. بصيت لقيت كمان في سرعة، يعني الحركة حركة سريعة مش حركة بطيئة، عايزة أقولك إن السرعة دي ممكن أقولك أسرع من الضوء مش أسرع من الصوت. حسيت بإنجذابة غير طبيعية، حسيت بإنفصال عن الأرض تماما وإنجذابة غير طبيعية واخدك لفوق في السماء. اللي جوايا ما كانش فيه غير حاجة كمان واحدة مش لاقية غير تسبيحة أقولها لربنا، وهي التسبيحة اللي أنا بقولها دايما معاكم في آخر كل جزء. اسمحوا لي بقى دلوقتي إن إحنا برضو هنقف هنا وهنكمل بنعمة ربنا المرة الجاية الإنجذابة دي أخدتني لفين، وهشرحها لكم برضو بالتفصيل، بس على الأقل إحنا كده على أبواب أورشليم السماوية، وإن إحنا المرة الجاية بنعمة ربنا هندخل، عشان الإنجذابة دي كانت إنجذابة رائعة. النهاردة اسمحوا لي ومعاكم هقول تاني التسبيحة اللي ما كانش فيه غيرها، لأن الإنسان لما بيسبح ربنا بيبقى كأنه داخل جوه الدايرة السماوية، فاكرين في الحصن جوه داود أنا دلوقتي تحصنت في الصخرة لكن لازم أبدأ أرتفع، يعني كأنك محصن جوه الحصن ولازم تبدأ تاخد ارتفاع تاني. عشان كده كان كل مرة مكلم يوحنا في سفر الرؤيا يقول له اصعد إلى هنا، كان في صعود مستمر وفي ارتفاع مستمر في حياتك بصفة مستمرة. الحاجة اللي ترفعك فعلا لفوق هي الحاجة انك تقفل كل الأبواب، يعني اللي هي الانفصال عن كل ما هو أرضي والدخول في دائرة السماء زي ما بنقولها، والتسبيح والصلاة هو الحاجة اللي هترفعك. فيلا نسبح ربنا ونقول له معاكم كلكم، أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، ليك يا رب كل كرامة وكل سلطان، ليك يا رب الحكمة والغنى والقدرة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. هشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية.